يعتبر الشاي نوعا من أنواع الحياة. مقطع الشاي في اللغة الصينية متكون من مقطع إنسان وسط مقطعي العشب والخشب. يعني الشاي موقف الإنسان نحو الطبيعة ونحو القلب. هناك قوم في العالم ولدوا من أجل الشاي يرافقونه طوال حياتهم. إنهم أهل الشاي. في الساعة الخامسة كل صباح تقوم العمة جاو البالغة من العمر 70 عاما بترتيب مقهى الشاي. لم يكن للمقهى اسم رسمي، ولكونه مكان عبادة إلهة الرحمة في الأصل يدعوه الناس بمقصورة إلهة الرحمة. كوب من الشاي بيوان واحد ويمكنك البقاء يوما كاملا. تدير العمة جاو المقهى لسنوات طويلة والعمل شاق ولم يعد يدر المال. نصحها أولادها بإغلاقه لكنها لا تزال تفتحه يوميا في الموعد من أجل رواده القدامى. كانت مقاهي الشاي في الماضي أهم أماكن التواصل الاجتماعي للصينيين، أما اليوم أصبح مثل هذا المقهى القديم نادرا جدا. هذا المقهى له ذاكرة تحفظ راحة أهل بانجان لأكثر من 100 عام. بمجرد أن يشرب رواد المقهى القدامى قدحا من الشاي يشعرون بالهدوء النفسي. يعتقد الصينيون أن حياة الإنسان تشبه الشاي لأن حلاوتها لن تأتي إلا بعد مرارتها. اختبار مكونات الشاي بالتكنولوجيا العالية للحصول على شاي غير ملوث. في عيد ميلاده 100 عبر تشانغ عن رغبته في زراعة الشاي العضوي. اليوم نجح في تنمية 5 مزارع في فوجيان للشاي العضوي. شارك في اختيار الأرض والزراعة والإدارة ولكنه لم يأخذ أي فائدة.
يأمل زراعة شاي جيد في تربة نقية. تقع قرية جوجين المحاطة بالجبال في شمال محافظة يوشي بفوجيان. مهما كان الجو يرعى الرعاة الغنم كل يوم للجبال. تعيش الماعز السمينة على المروج بالجبال العالية في قرية جوجين وتجذب التجار من جميع أنحاء فوجيان. رغم الأمطار جاء فانشو لونغ إلى هنا من فودينغ التي تبعد 400 كيلومتر، على العكس من باقي التجار المتنقلين لم يأتي لشراء الغنم. عندما يذهب قطيع الغنم للجبل يقوم الرعاة بتجميع الروث الذي خلفه مساء أمس ليكسب دخلا إضافيا. فان شو لونغ يشتري روث الغنم. ينقله بعد تجفيفه في أشعة الشمس إلى فودينغ التي تبعد 400 كيلومتر. تقع مزرعة فان شو لونغ في أعماق الجبل لدى قومية شو، مساحتها أقل من 5 هكتارات. تعيش قومية شو في سواحل جنوب شرقي الصين، وهي من أقدم القوميات في صناعة الشاي. لم تستخدم المبيدات أو الأسمدة الكيماوية هنا أبدا. تتخذ الطوارد الطبيعية ضد الحشرات الضارة وتخصب التربة بروث الغنم. يأمل فان شو لونغ أن يحفظ مزرعته بدقة من خلال الطرق الطبيعية غير الضارة. كمية إنتاج الشاي الأبيض العضوي الذي يصنعه فان شو لونغ ثلثها للشاي الأبيض العادي. تعتبر حياة فان شو لونغ اليوم امتدادا لعادات أهل الشاي الصينيين منذ آلاف السنين. تعتبر مقولة الإنسان الجيد يصنع شاي الجيد من التقاليد الصينية المتأصلة الراسخة. الخالة تشن مزارعة للشاي في جبل أومي بسيتشوان. كل ربيع تقطف أوراق الشجر من الصفصافة أمام بيتها وتصنع منها نوعا خاصا من الأعشاب الطبية. لم تستخدم المبيدات في مزرعتها للشاي،
وإنما استخدمت الأعشاب الطبيعية لمكافحة الحشرات الضارة. تختبئ أفضل مزارع الشاي بجبل أومي في الغابات البكر على ارتفاع من 800 إلى 1200 متر فوق البحر. يعد جبل أومي من الجبال المشهورة في البوذية. منذ القدم تنبت أفضل أنواع الشاي في المعابد البوذية، وكان الرهبان أول من صنعوا أشهر الشاي الأخضر هنا، شاي أوراق البامبو. البراعم بأوائل الربيع أجود جزء في أشجار الشاي. بعد عمل شاق لأربع أيام يمكن للخالة جني 80,000 برعم على الأكثر، تكفي لصناعة نصف كيلو فقط من شاي أوراق البامبو. لا يهم الخالة التعب كثيرا، وأشد ما يقلقها لصوص الجبل. يقال إن قردة أومي تجيد جني الشاي، ولكن الواقع أنها تهتم بخطف أوراق الشاي. بانفصال البراعم عن الشجر تنتهي حياتها، ولكن أيدي صناع الشاي تهبها حياة جديدة. يعد لي زونغ مينغ من أفضل صانعي الشاي في أومي. معظم صانعي شاي البامبو اليوم كانوا تلاميذة، لكن لا يزال الرجل يستخدم هذا القدر القديم ليصنع الشاي بنفسه كل عام. بفضل أيادي صانعي الشاي يطلع الشاي الممتاز من لونه وعطره ونكهته وشكله، ومع ذلك إن كنت ترغب في تحويله إلى كنز لا تزال هناك عقبة فنية أخيرة.选茶的标准就是要完整，然后不能太大，不能太小，颜色呢要均匀，不能有一点瑕疵。然后像熊猫是用竹叶一样的那种形状才能要，从1500克原料里面选出300克茶叶的样子，看着自己选出来的茶叶嘛，像美女一样，非常的饱满，非常漂亮。 بحلول القرن 21 خطت صناعة الشاي الصينية سريعا نحو الحداثة. اليوم تصدرت صناعة الشاي الصينية استخدام تكنولوجيا الأغذية الجزيئية الرائدة عالميا. سواء التكنولوجيا المتقدمة أو الطرق اليدوية التقليدية، يبقى الهدف واحدا وهو خلق كوب من الشاي الجيد. تمر ورقة الشاي بكل المشاق وتموت، ثم تعود للحياة مرة أخرى. نداء الماء يساعدها على تحقيق السكينة الأخيرة. وهكذا تكتمل بنجاح مسيرة تلك الحياة غير العادية في اللحظة التي يحمل فيها شارب الشاي كوبه للشرب. ولذلك عرف الشاي بأنه شراب للروح.
في بداية شهر إبريل من كل عام يبدأ موسم جني شاي الربيع، وكذلك تقيم كافة مذاهب طقوس الشاي اليابانية حفلات شاي فاخرة. تعد تانجي ميجيستو في 83 من عمرها مؤسسة أحد مذاهب طقوس الشاي اليابانية، مذهب تانجيستو ريو، وهي تستعد هذه الأيام لحفل الشاي الخاص بمذهبها. كانت طقوس الشاي في اليابان قديما حكرا على الرجال فقط، وفيما عدا بعض الأسر الأرستقراطية القليلة كان لا يحق للمرأة تعلم طقوس الشاي. بتطور المجتمع تحطمت المحظورات تدريجيا. بعد الحرب العالمية الثانية بدأت مكانة المرأة في اليابان ترتفع تدريجيا، نظرا لأن طقوس الشاي مفيدة لعلاج جروح الحرب ومفيدة في تنمية اللياقة، أصبحت مشاركة المرأة في طقوس الشاي اليابانية تيارا رئيسيا. ولدت تانجي ميجيستو في أسرة أرستقراطية في كاماكورا باليابان وتأثرت بطقوس الشاي. قضت تانجي ميجيستو صباها في شمال شرقي الصين. كان والدها من كبار القادة في جيش غواندونغ الياباني المحتل للصين، وعندما احتلت اليابان شمال شرقي الصين انتقلت أسرتها للصين. بانتهاء الحرب عادت تانجي ميجيستو إلى اليابان وبدأت دراسة طقوس الشاي. في خريف كل عام تأتي تانجي ميجيستو إلى الصين لإلقاء محاضرات عن طقوس الشاي في إحدى جامعات خانجو، واظبت على ذلك لأكثر من 20 عاما دون انقطاع. كانت المحاضرات مجانية والطلاب المبعوثون لليابان لإكمال دراستهم يعيشون في منزلها. قبل سنوات باعت أحد أملاكها في اليابان وأهدتها لمتحف الشاي في خانجو.
悲しいことはほとんど忘れました。今こんな暮らしができるのは幸せです。大きな茶道もできるし、論文を書きました。二つの国という論文を書きましたが、その時に中国と日本の両方とも自分の国である。طقوس الشاي تختلف من الصين لليابان. المسرح القومي بكين عام 2013 يعقد حفل شاي بعرض آلة جوتشين الموسيقية. مقدمة الحفل هي لي شو يون، إحدى أهل الشاي من تايوان. لي شو يون إحدى أهل الشاي الدائمة التنقل. قبل أكثر من 20 عاما غادرت موطنها في سنغافورة وذهبت إلى تايوان لتعلم طقوس الشاي. فتحت معهدا للشاي اسمه هدوء النفس مثل الإقحوان. بعد أن أقامت سلسلة من حفلات الشاي في المسارح، تشكلت في تايوان أول فرقة متعدية للفنون المختلفة المتعلقة بثقافة الشاي. في نظر لي شو يون، إن حفل الشاي مسرح لخلق الأحلام. 我觉得所有在现实上不可以实现的，其实在剧场你都可以靠那些道具人去模拟，然后去达到一个比较接近我们要的一个情调。 عام 2013 جاءت لي شو يون إلى البر الرئيسي الصيني. 40岁以前，我完全就是唯美的茶人，不美则死。 تستعد لأول حفل شاي يقام على هضبة. كل حفل بالنسبة لأهل الشاي وضيوف المشاركين يشبه ممارسة تعبدية. تنقل حفل الشاي من الغرف المغلقة إلى الهضبة العالية ليشعر الحضور بمشاعر مختلفة من خلال وجودهم في الطبيعة. لكن تقلب الجو في شانغريلا صيفا قد يشكل التحدي الأكبر. لقد أعدت لي شو يون الملابس والآلات الموسيقية الخاصة لحفل الشاي هذا، كما أن أطقم الشاي المستخدمة جاء بها تلاميذها من تايوان. اجتهدوا من أجل حفل الشاي هذا 3 أشهر. هطلت الأمطار فجأة مع الرياح فتوقفت الترتيبات. كانت لي شو يون قلقة من أن تضيع كل الجهود الشاقة هباء. صفى الجو في اللحظة التي كان محددا فيها إقامة حفل الشاي. ،
每一个茶室的摆设跟茶人的用品的一个布置，那我们回馈给大家，大家把这每一个每一杯茶的一个温暖的印象带回去，谢谢大家。每个人经过这样一场茶会的一个练习之后，你可以发现你的能量是大大增加的。 وهكذا كان حفل الشاي في شانغريلا مترافقا بالرياح والأمطار. ، 那这一杯茶汤，我们觉得它更深具意义，而且它那个更带有很浓的我们的敬意在里面。人家不了解是人家，茶人必须要把它最好、最真实、最完美的一面提供出来。 يقع بيت الشاي الخاص بلي شويون في زقاق غوزيتيان ببكين، وتأمل أن تفتح أفقا جديدا للتعبد وطقوس الشاي في هذا المكان الصغير. 茶人很特殊，一旦成为一个我们认为的茶人，就你随时随地挖一瓢水，在煮汤或是烧水，你其实都不会忘记对一柱水的信念的这样的一个训练。 كانت ورقة شجر في أصلها. أول لقاء لها مع الإنسان كانت تستخدم كوصفة طبية للتخلص من السموم. قبل آلاف السنين تحولت إلى مشروب لذيذ بفضل أيدي الصينيين. دخلت قصور شعراء أسرة تانغ وتحولت إلى مشروب للبقاء بالنسبة للقبائل البدوية. اختبأت في أمتعة الرهبان وانتقلت مع البوذية إلى اليابان وتطورت هناك لتصبح جزءا من معتقدات الحياة. ركبت سفن البضائع مع الخزف والحرير في عصر الاكتشافات الجغرافية لتعطي الأوروبيين صورا شرقية كلاسيكية. أثرت آداب اللياقة والأناقة في الثقافة الإنجليزية وامتدت جذورها في جميع أنحاء العالم مع خطوات هذه المملكة. خاضت رحلة طويلة من الحياة والذبول ثم العودة للحياة ثانية والتفتح. ربما لتنبه الناس في خطواتهم الحثيثة بإمكان الشعور بالكمال ولو في لحظة شرب كوب من الشاي في الحياة غير المستكملة.